شكرا لكل من اتصل بي أو من أرسل رسالة لي ليسأل عني ويرفع لي في المعنويات، لأننا حقيقة نعاني نفسيا جراء هذا الوباء. نحن لا نهرب من ساحة المعركة، ولكن خوفنا من نقل الفيروس لعائلاتنا وأصدقائنا. أطلب منكم الدعوة لنا في صلاتكم كي يبعد عنا هذا الوباء ويشفي جميع المصابين وعائلاتهم. أنا الطبيب الجزائري، أضع نفسي تحت تصرف الدولة الجزائرية لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة في أي وقت وفي أي مكان. أحمد معروف، طبيب أخصائي في طب الأطفال منذ أكثر من 8 سنوات. أزاول عملي في عيادتي الخاصة وسط مدينة غليزان. هذه المبادرة ليست هاشتاغ على الفيسبوك فقط أو كتابات على حائط فيسبوك من أجل الإشهار، وإنما هي حقيقة أتبناها ويتبناها مجموعة من أطباء رفقائي. ونظرا للقلق الذي بدأ ينتاب الشعب الجزائري، ارتأيت كطبيب مختص في طب الأطفال أن أقوم بمبادرة، وهي تقديم نفسي كمتطوع لخدمة بلدي في ما يخص مواجهة هذا الوباء. أريد أن أثبت للشعب أن هناك فاعلين في قطاع الصحة مستعدين للتضحية بأوقاتهم بحياتهم من أجل مواجهة هذا الوباء، وكذلك طمأنتهم ليعرفوا بلي كاين في الجزائر أشخاص مستعدين ومكونين لمواجهة هذا الوباء. بصفتي طبيب ناشط في ولاية غليزان، ونظرا للعلاقات المتميزة مع عدة عيادات خاصة تابعة للولاية، أستطيع أن أنسق مع زملائي الأطباء العامون والمختصون من أجل تقديم فحوصات طبية مجانية أو بثمن رمزي لكل مريض يشتكي من مشاكل تنفسية أو مريض يكون عرضة لمرض الكورونا فيروس. أما فيما يخص عيادتي فأنا أعد بمتابعة كل الحالات من يوم دخولها عيادتي إلى يوم خروجها من المستشفى، وإن تطلب الأمر حتى زيارات ميدانية في البيوت بالاستطباب لهذه الحالات التي تمسها كورونا فيروس. بصفتي أحد المشرفين على صفحة كبيرة ولاية غليزان، وهي صفحة مجموعة أطباء ولاية غليزان والتي تتكون من عدة أعضاء مشرفين عليها وتضم أكثر من 46,000 عضو، يعني تطل نافذة تطل على كل المجتمع الغليزاني. كذلك عندي صفحة على الفيسبوك تضم أكثر من 15 عضو وهي صفحة شخصية لي. أظن أن هذه الصفحات ستمكنني وأصدقائي من تمرير رسائل واضحة ومباشرة بأن الشباب اليوم ولا جميع العائلات راح يطلع لنا في الفيسبوك بصفة منتظمة، وبذلك يكون تمرير رسائل التحذير والوقاية سهل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
معكم الدكتور بوربيع جيلاني، طبيب جراح متخرج حديثا من المستشفى الجامعي وهران. والله في خضم الأحداث الراهنة على غرار الجزائر ودول العالم، انطلاقا من ضمير الإنساني وأخلاقية مهنتي، فأنا مستعد لتقديم يد العون لزملائي، طوعية لزملائي الأطباء الذين يواجهون انتشار هذا الوباء رغم محدودية الوسائل سواء المادية أو البشرية. والله نحن نؤمن كل الإيمان أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يجب علينا التكاتل والتعاون من أجل القضاء أو على الأقل الحد من انتشار هذا الوباء. في الأخير نصيحتي الوحيدة للمواطن البسيط هي أن يتأحل بروح المسؤولية وخاصة روح الوعي لتسهيل مأمورية وعمل الطواقم الطبية والشبه الطبية.